يا ريت نقفل المايكروفونز عشان ما يبقاش في باك جراوند نويز. الحقيقه النهارده هنتكلم عن الصحه والمياه. اشمعنى الصحه والمياه؟ لان الطريقه اللي انا نظمت بيها المحاضرات ان كل المحاضرات اللي هتيجي بعد المحاضره دي لغايه المحاضره بتاعتي اللي جايه هيكونوا كلهم بيتكلموا عن الصحه والمياه. طيب هل الصحه والمياه دي مثلا للعلوم الطبية والعلوم الهندسية؟ لا، الحقيقة الصحة والمياه زي ما هتشوفوا كل تقريبا الأقسام ممكن يكلموني عن الصحة والمياه. يمكن من بعض، لأن في ناس كتير جدا ما يعرفوش أنا مين. أنا الدكتور علي البحراوي، أستاذ الهيدروليكا في كلية الهندسة، وعندي اهتمامات كثيرة. ولو حد سألني طيب ليه بتدرس أو بتدينا محاضرة في أهداف التنمية المستدامة، فالحقيقة دي إجابة السؤال هي دي، ان انا اشتغلت استشاري الامم المتحده في مجال الترجمه والتنسيق لبعض الغايات والمؤشرات في الهدف رقم 6 الخاص بالمياه عشان تخصصي. واشتركت في دوره مدتها اسبوع في كي تي اتش اللي هو المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم في السويد، في علاقه الأهداف التنمية المستدامة بمقررات التعليم في الجامعة. وبعدين تمت دعوتي إن أنا أدي محاضرة عن أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالتعليم الجامعي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وأنا حاليا أقوم بتدريب أعضاء التدريس في جامعة عين شمس وفي جامعة الجلالة في نفس الموضوع اللي هو أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالتعليم العالي. الأهداف هم 17 هدف، ودي ترجمة عربية للنص الإنجليزي اللي هي بتقول الغرض من الأهداف تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وإن إحنا عندنا تحديات عالمية متعلقة بحاجات كتير قوي، منها الفقر، عدم المساواة، المناخ والتدهور، البيئة والرغبة في الازدهار والسلام والعدالة وحاجات تانية. وفضلا عن ترابط الأهداف وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، لازم نحقق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030. ده من اسمه يعني زي ما تقول تارجت يير، أو السنة اللي أنا بستهدفها. هو السنة دي مهمة؟ آه دي مهمة جدا. ما ينفعش أعمل خطة غير لما يكون كل شوية أعرف مدى تقدم الخطة، ولازم يكون عندي سنة تتحقق فيها الأهداف عن طريق الغايات والمؤشرات زي ما هنتكلم مع بعض. وبالتالي أنا هعمل زي رحلة سريعة وأقول لك إن كل هدف من الأهداف له لون وله آيكون وله عنوان صغير وعنوان كبير. فهدف الفقر لونه أحمر، والعنوان الصغير القضاء على الفقر، والهدف الارتكوليت اللي يعني معبر عنه بكلام اكتر القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان. نفس الحكايه في 2، القضاء على الجوع لونه يعني كموني. وخلي بالكم من الايكون، الايكون هنا عباره عن في الفقر يعني ستيكي فيجرز كده، ناس كبار وناس صغيرين، وهنا عباره عن طبق فيه اكل سخن. القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذيه المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. الهدف 3 الصحة الجيدة والرفاه، ولونه أخضر وفي العلامة دي اللي هي بتطلع في الأجهزة الطبية، وفي قلب هنا. ونمرة 4 التعليم الجيد، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وفي كتاب وقلم هنا هم. نمرة 5 المساواة بين الجنسين. نمرة 6 المياه النظيفة والنظافة الصحية، بس هو طبعا الكلمة بتقول ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. بعد كده الهدف 7 اللي هو ضمان حصول الجميع على بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة. والايكون بتاع المية عبارة عن ريزرفوار اهو، وفي علامة المية، والايكون بتاع الطاقة عبارة عن زي شمس صغيرة. بعد كده نمرة 8 ده مهم قوي، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وبيبين جراف اهو بيبين ان الاقتصاد ينمو وطالع لفوق. تعزيز النمو الاقتصادي المطارد والشامل للجميع والمستدام. بعد كده يجي رقم 9
كل رقم من دول له حكاية كبيرة. إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، فهنا باين الأيكون بتاعه زي مبنى كده، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل. نمرة 10، الحد من انعدام المساواة داخل الدول وفيما بينها. خلي بالكم إن كلمة المساواة ظهرت في نمرة 5 بين الجنسين، لكن في نمرة 10 داخل الدول وفيما بينها. نمرة 11 ليها علاقة بالمدن الذكية اللي هو المستوطنات البشرية شاملة للجميع، وشايفين شكل مدينة اهو، في هاي رايز بيلدينجز وأنواع مختلفة من المباني. المساواة حاطين علامة يساوي. بعد كده نمرة 12 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وفي آيكون هنا بتبين على السايكلز بتاعت البرودكشن والكونسومشن. نمرة 13 ده العمل المناخي، وزي ما تشوف فيه الكرة الأرضية ولونه أخضر، ونمرته 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ. 14 الحياة تحت الماء، وده حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، وفي سمكة اهو مية، وهنا الحياة في البر وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها، ولونها أخضر فاتح. وبعدين نمرة 16 في حمامة السلام، لأن ده السلام والعدل والمؤسسات القوية، التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد. آخر هدف، وده هدف يعني مخصوص شوية هنتكلم ليه، اللي هو الدوائر اللي داخلة ببعضها دي ليه؟ عشان عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وبالتالي الغرض منه تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية، وده بيضم تحته كل ال 16 هدف اللي قبليهم. أنا شخصيا يعني عندي بالإضافة للأرقام حاطط مسمي كل هدف بكلمة واحدة بس، زي ما هتشوف في الجدول اللي هعرضه عليكم بعد كده. بعد كده لازم تعرف ان الاهداف اللي احنا اتكلمنا عليهم 17 في رقمين تانيين، رقم بيعد الغايات ورقم بيعد المؤشرات. باللغة الانجليزية الاهداف يعني goals، والغايات يعني targets، والمؤشرات يعني indicators. فانا الحقيقة بستخدم الماتريوشكا، دي لعبة روسية معناها عروسة جواها عروسة جواها عروسة، فهي فعلا أهداف جواها غايات جواها مؤشرات. وده سكرين شوت من النص باللغة العربية، وأنا عامل ده مخصوص ليه؟ لأني ليه هدف كده، الأهداف والغايات والمؤشرات. فالهدف ده هنا إيه؟ الهدف ده واحد اللي هو الفقر، فأنا مستخدم 1-5. يعني إيه 1-5؟ يعني الهدف واحد، الغاية خمسة، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود. جوه الغاية دي في مؤشرات، كم مؤشر؟ في 1-5-1 ده فوق مش باين، 1-5-2، 1-5-3 و4، وبعدين 1-1. معنى كده ان هم لما جم يسموا الغايات وخلصوا وسموها ارقام لغاية 1-5، رجعوا حطوا حروف، عملوا 1-1-ب. ده من ضمن الاستفسارات، حد يسألني هم ليه عملوا كده، وانا برضو سايب دي كفزورة صغيرة ليكم، هل بعد ما خلص المحاضرة حد ممكن يقول لي هم ليه في التسميات والترقيم عملوا حاجات بالأرقام وحاجات بالحروف؟ ممكن نبقى نفكر فيها. بعد كده هنا انا بقى يعني كاتب الأرقام والحروف ليه؟ لأن أنا بحب الرسم البياني، فراسم لكل هدف من الأهداف كم واحد بالرقم وكم واحد بالحرف. فالرقم اللي هو لونه أزرق، يعني مثلا الهدف الأولاني اللي هو الفقر فيه 5 غايات بالحروف بالأرقام، وفيه 2 بالحروف، والغاية والهدف رقم 17 ما فيهوش خالص حاجة بالحروف، لكن كمية الحروف بالنسبة للأرقام تختلف من هدف للتاني، والجراف ده بيبين العلاقة دي. بعد كده عملت نفس الإكسرسايز لعدد المؤشرات، فاكتشفت مثلا إن هدف الأولاني بتاع الجوع الفقر ده هتلاقيه فيه 10 مؤشرات بالأرقام و14 مؤشر بالحروف، وبرضو الهدف 17 ملوش أي حاجة
بالحروف، ودي برضو يمكن تكون فزورة تانية، اشمعنى ده بالذات اللي ملهوش أرقام وحروف. بعد كده الثلاث أرقام دول لازم نحفظهم، عدد الأهداف 17، عدد الغايات 169، وعدد المؤشرات 242. طب ليه أنا كاتب 126 زائد 43 وكاتب 192 زائد 50؟ أكيد طبعا دي فزورة سهلة قوي، لأن ال 126 دي اللي هي عدد الغايات الأرقام، وال 43 عدد الغايات الحروف. هنا بس ال 242 دول فيهم تقريبا 12 متكررين، بس ده يعني في محاضرة تانية، بحيث إن اللي مش متكررين هم عددهم 230. ليه؟ لأن يظهر إن المؤشرات والغايات والأهداف داخلة في بعضها زي ما هنعرف كمان شوية، يعني هم مش منفصلين خالص، دول داخلين في بعضهم في انتر اكشن جامد قوي بينهم. لو انت عايز تعرف بقية الأهداف وتسمع محاضرة طويلة مدتها ساعة ونص أنا عملتها مع رؤساء الأقسام في كلية الدراسات البيئية، فرحت تروح عند اليوتيوب بتاعي هتلاقي فيديوهات كتيرة قوي، فأنا حطيت لك دورية حمراء على الفيديو بتاعي، وده هتخش اليوتيوب وتكتب اسمي بس يوزر علي البحراوي وتتفرج على الفيديو ده، فده عبارة عن ساعة ونص، هم ساعة و32 دقيقة بيتكلم وفي انتر اكشن بيني وبين اعضاء هيئه التدريس بهذا الموضوع المهم، لو انت عاوز تعرف بقيه المؤشرات. انما النهارده مركزين على الهدف 3 والهدف 6، انتوا كمان شويه هتحفظوا الارقام معايا. نمره 3 ده ايه؟ ضمان تمتع الجميع بانماط عيش صحيه وبالرفاهيه في جميع الاعمار، وادي النص بتاعه، طبعا ده الوصف بتاعه، هنقرا الباراجراف الاولاني بس او الثاني. كما يتضمن الهدف التحديات الناشئة في مجال الصحة ومكافحة الأمراض غير السارية وتمويل قطاع الصحة والتغطية الصحية الشاملة سواء الوقائية أو العلاجية والصحة الإنجابية وتدريب عالي على قوة العمل بقطاع الصحة وضمان الحصول على الأدوية واللقاحات. إيه رأيكم في الباراجراف ده؟ في شبه بين وبين اللي مصر بتعمله دلوقتي؟ في شبه كبير، لأن كل بلد في العالم عندها زي ما تقول مسؤولية أخلاقية إنها تحقق الأهداف دي، فكل يعني كل جملة من الجمل دي زي تمويل قطاع الصحة، مكافحة الأمراض غير السارية، التغطية الصحية الشاملة، دي كلها سب بروجيكتس في الحكومة المصرية، لأنها كل سنة بتعمل تقرير طوعي عن مدى تقدم الهدف رقم 3 من خلال المؤشرات. وده ممكن برضو هتلاقوه في المحاضرة الكبيرة اللي حكيت لكم عليها، بس مش موضوعنا. بعد كده الهدف 6 ده إيه بقى؟ ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. توافر المياه في أهداف التنمية لغاية 30 استهدفت أهداف الإنمائية الألفية تخفيض عدد السكان الذين لا ينتفعون بالمياه إلى النصف. إيه بقى هنا الجملة دي محتاجة تفسير شوية، لأن قبل Sustainable Development Goals أو أهداف التنمية المستدامة كان في أهداف تانية سنة 2000، وكانوا 8 أهداف بس، وكان اسمهم أهداف الألفية، لكن يظهر إن هم وكان مدتها 15 سنة والتارجت يير بتاعتها 2015. لما جم ل 2015 اكتشفوا إن هم ما نجحوش قوي، فحاولوا يصلحوا الأمور، فراحوا أعادوا صياغة الأهداف وغيروا اسمها وغيروا العدد بتاعها وخلوا طبعا الصياغة بتاعتها تختلف لأن الزمن اختلف. فكان عند 2015 عاوزين خدمات الصرف الصحي، إلى أن الهدف السادس تجاوز هذا الطموح، حيث شمل انتفاع الجميع بالمياه وخدمات الصرف الصحي بحلول 2030. يعني شوفوا 2015 كان الهدف بتاعهم في أهداف الألفية أن هم يخلوا 50% أو 50%، لا سنة 2030 هيبقى 100%. جودة المياه وإدارتها المستدامة والنظافة الصحية، كما شدد على حالة السكان الأضعف والذين يعانون من ندرة المياه النظيفة. إيه بقى العلاقة بين الأهداف؟ الحقيقة هنا الترجمة غريبة شوية، لأنه هو عنده نوعين من العلاقة. العلاقة حاجة اسمها explicitly linked اللي أنا مسميها علاقات صريحة، وsubstantially linked اللي أنا مسميها علاقات ذات أهمية. وبالتالي حطت العلاقات الصريحة بخط full line أهو، وحطت العلاقات السبستانشال، فأنا اخترت اتنين. اخترت علاقة 3 ب 12 اللي هو
responsible consumption and production اللي هي الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. طب ليه كده اخترت دول؟ لغرض ما في نفسي. وبعدين عشان يثبت لك العلاقة جوه البالون ده مكتوب إدارة حكيمة للكيماويات والمخلفات وتقليل الآثار السالبة على حياة الإنسان. و12 4 يعني إيه 12 4؟ يعني الهدف رقم 12 والغاية رقم 4. رحنا عند 10 ده اللي هو reduced inequalities داخل البلد وبينها، فبيقول لك الغرض 3 8. يعني هنا هو مستخدم العلاقة من خلال 12، هنا مستخدم العلاقة من خلال 3. فهنا بيقول لك التغطية الصحية على مستوى العالم وسهولة الوصول إلى خدمات صحية. طيب أنا أعمل إيه بقى؟ حوريكم النص بتاع 12 4 ووريكم النص بتاع 3 8 زي ما انتم شايفين اهو. 12 4 بيقول ايه؟ تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، والحد من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد برضو بحلول عام 2020. خلي بالك هنا 2020، فيظهر أنه هو عنده في بعض الغايات حاجات بتحصل قبل 2030. تحقيق التغطية الصحية الشاملة 3-8، الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة. وطبعا موضوع اللقاحات ده له دعوة بكوفيد 19 وله دعوة بالكورونا وله دعوة بمجهودات الدولة المصرية برضو في هذا المجال. نيجي بقى تاني للهدف نمرة 6 ونشوف العلاقات بتاعته. هنلاقي عنده علاقة مع الهدف 15 وهو الحياة فوق الأرض، وعنده علاقة substantial أو ذات أهمية مع الهدف 10 زي السلايد اللي قبليها، وفوق في حماية والنظم الإيكولوجية المتعلقة بالمياه ده 6-6، وهنا في 10 برضو 6-1 و6-2 بيقول يعني المساواة في الوصول إلى مياه الشرب وكذلك خدمات الهندسة الخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة. تمام كده؟ برضو هنقرأ باللغة العربية 6-6 بيقول إيه و6-1 و6-2 بيقولوا إيه. بيقول حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، وبرضو عنده Intermediate Year 2020. تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وإنهاء التغوط في العراء، ده موضوع كبير خالص، وإلى اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في أوضاع هشة بحلول عام 2030. بقى هي الحكاية ان كل سنة بيطلع أطلس بيقول أهداف التنمية ايه اللي حاصل فيها. والحاجة الجميلة في الأطلس ده بيعمله البنك الدولي ان هو بيعبر عن القصة عن طريق رسم بياني. وانا قلت لكم في اول المحاضرة مدى شغف وحبي للرسومات البيانية، فهنحاول مع بعض نشوف ازاي الأطلس بتاع 2018. طيب هل في أطلس 2019؟ ايوه. هل في أطلس 2020؟ طبعا. فأنا الحقيقة براجع أول بأول، فأنا حديكم حاجة من أطلس 2018 وحاجة من الأطلس الجديد بتاع 2020، لأن سنة 2020 دي كانت سنة غريبة جدا جدا، حصل حاجات فيها ما حصلتش في السنين اللي قبل كده. فهنا أدي هو أول رسم بياني في نمرة 3، وتحتيه بيقول لك Ensure Health lives and promote well-being for all at all ages، يعني ضمان الصحة والحياة والرفاهة لكل الناس في كل الأعمار. يعني إيه كل الأعمار؟ أهو بص حضرتك بقى الرسومات اللي تحت دي، ده اسمه الهرم السكاني. فبيبين إيه بقى في
البنك الدولي بيقسموا الناس حسب القوة الاقتصادية بتاعتهم، فعندهم ناس عندهم دخلهم منخفض، وده ناس ده دخلهم متوسط، وناس دخلهم مرتفع. هتلاحظوا ايه الفروق سنة 1965 بين الناس اللي دخلهم منخفض والناس دخلهم مرتفع، ان الهرم السكاني مختلف. مختلف ازاي؟ عشان افهم لكم، ده الذكور ودول الاناث، ودي المراحل العمريه كل 5 سنين. يعني معنى كده الناس، عدد الفيميلز وعدد الميلز في المراحل العمريه صغيره كتير مقارنه بالدوله الايه المرتفعه اللي عندها اقتصاد مرتفع. وفي رساله بيقول ان الدول اللي دخلها منخفض عندها الناس اللي سنهم صغير عددهم كبير، وكل ما البلد تبقى غنيه معدلات الخصوبة بتنخفض، والسن يعني السن اللي بيموت فيه الناس أو الاكسبكتنسي لايف بيزيد نتيجة تطور الخدمات الصحية. كاتب لك إيه هنا بقى ما بين 1965 و2016، بيقول لك إن الناس اللي هي الدخل بتاعها متوسط كان المفروض عندها سكان صغيرين كتير، شبه الناس اللي في المجتمعات اللي دخلها منخفض. والكومنت التانية بتقول over time population have transitioned to be more like those of high income. بيقول لحياتك ان الميدل income نتيجة تطور الاقتصاد بتاعهم الهرم السكاني بتاعهم بيقرب من الهرم السكاني بتاع البلاد اللي الاقتصاد فيها مرتفع. هنا بقى ده 2020، ايه اللي حصل؟ الايكون شكله اتغير يا جماعه لو تفتكروا. هنا بقى حط لك ايه، بص بقى حط لك الازازه اللي انت بتعمل بيها الستيرلايزيشن، وهنا الانبوبه اللي بياخدوا فيها عينه الدم، ودي شكل الاستاتستكس، ودي الكورونا. فسماها ايه بقى؟ جود هيلث اند ويل بينج، وكتب كلمه ما كانتش موجوده قبل كده اللي هي global health amid a pandemic، يعني الصحة الجيدة في عصر الايه الكوفيد 19 او الجائحة الخاصة بالكورونا. طيب شوف بقى الجراف الجميل، طبعا ده هو في جرافس كتير قوي بس انا بختار واحد بس عشان الوقت. الجراف ده فيه ايه بقى؟ بيقول لك بيشوف هو منور على physicians، لان في هنا سرائر السرير اللي في المستشفى، عدد السرائر اللي في المستشفى، وهنا عدد الممرضين والممرضات، وهنا عدد اللي بيشتغلوا في الخدمات الصحية. هنا بقى الدكاترة دول برضو متقسمين حسب الاقتصاد، ففي البلاد اللي فيها low income، بلاد اقتصادها منخفض، اقتصادها متوسط منخفض، وهنا متوسط مرتفع، وهنا اقتصاد مرتفع. انا بس بشاور على بلد لها خصوصية شديدة في موضوع عدد الاطباء بالنسبة لعدد السكان. هنا بيقول لك عدد الاطباء لكل 1000 ايه شخص. دي ايه؟ دي كوبا. ايه كوبا؟ دول upper middle income، لكن دول بلد خطيرة جدا لان عندهم تقريبا 8.5 دكتور لكل 1000 ايه شخص، بالرغم ان الاقتصاد بتاعهم ما هوش اقتصاد عالي زي البلاد اللي موجودة في الكيرف اللي على اليمين ده. ليه بقى؟ دي صفة من صفات كوبا، ما اعرفش ايه السبب، يمكن دكتور محسن يقدر بعد ما نخلص المحاضرة يفسر لنا. انا الحقيقة دي حاجة من الحاجات اللي انا مستعجب لها. بعد كده هنيجي 6، هنكرر نفس الاكسرسايز اللي كررناه في 3، فهنشوف الرسمة اللي موجودة في 2018 ونشوف الرسمة اللي موجودة في 2020. بيقول ايه بقى؟ ضمان توافر واستدامة إدارة المياه والصرف الصحي لكل الناس. هنا بقى رسمة جميلة قوي، ده اسمه stacked bar، وده بيجمع كله 100، وبعدين بيعبر عن الهدف رقم 6 والغاية رقم 1. فبيقول ايه؟ ان المياه مهمة للناس، لكن حوالي 70% من الناس عندهم مياه لا تدار بطريقة آمنة. هنا بيكلمك بقى على 5 أنواع من الناس، 71% عندهم إدارة آمنة، وبعدين 17% عندهم خدمات أساسية،
وخالية من التلوث، و4% عندهم مياه محدودة، وبعدين 6% عندهم مياه غير متطورة يعني مصادر، وما فيش أي حماية من التلوث. وبعدين دول 2% دول بيشربوا على طول من الإيه؟ من الأنهار والمياه السطحية من غير معالجة، من غير حماية من الملوثات طبعا. بس بيقول لك بقى إيه الكلام ده، كان سنة 2015، وإن الأرقام دي هي النسبة المئوية من سكان العالم. تعال نشوف بقى هيعمل إيه في 2020. الحقيقة أنا عاجبني قوي الجراف ده، لأنه فيه رسالة رائعة. بيقول لك إيه، إن البلاد ممكن يكون عندها معدلات إدارة المياه والوصول إليها متشابهة، لكن الأسباب مختلفة. فهنا بيقول لك، بيقارنك بين بلدين، غانا ونيبال. طبعا غانا يمكن تعرفوها عشان في أفريقيا وفيها فريق كرة. نيبال دي عشان أعرفكم، دي اللي فيها قمة إيفرست، واللي العاصمة بتاعتها اسمها كاتماندو، وأنا زرتها 3 مرات. بلاد جميلة وناس طيبين، بس عندهم مشكلة في إدارة المية. فبيقول إيه بقى على الكومنتس دي، في عنده 3 عواميد. الجراف ده اسمه كلاسترد كولوم. بيقول accessible on premises يعني ايه، يمكن الوصول اليها في البيت اللي انت ساكن فيه. available when needed يعني ممكن الحصول عليها لما نحتاجها. وبعدين العمود الثالث ان ما فيهاش تلوث. وهنا بيقول لك بقى في غانا وفي نيبال حوالي 27% من الناس يمكنهم الوصول الى مياه تدار بطريقة آمنة، ولكن العامل المؤثر في غانا هو الوصول، والعامل المؤثر في نيبال هو التلوث. وإن احنا بنتكلم على الهدف نمرة 6 والغاية نمرة 1. ياريت تكون الرسالة تكون وضحت. بعد كده على فكرة الرسمة اللي فاتت دي كانت 2018، هنا بقى غيروا الأيقونة. الأيقونة بقى فيها ايه، فيها إزازة مية، فيها نهر، فيها جردل، فيها نظام حاجات ووتر ستراكتشر، وفيها كمان جيركن اهو برضو للمي. ومكتوب ايه بقى، المياه والصرف الصحي والصحة العامة مهمة جدا للرفاه او العيش في العيش في رفاهية. وادي الجراف الجميل بيقول لك، فاكرين لما اتكلمنا على التغوط في العراء، فاذا ده موضوع عالمي مشهور، بس الحمد لله مالناش دعوه في مصر احنا. بيقول لك ايه بقى، بصفه عامه ما بين السنوات المختلفه سنه 2000 وسنه 2016 عدد الناس اللي بيتغوطوا في العراء بيقلوا، لكن في مكان في العالم العدد ده بيفضل زي ما هو، اللي هو ساب سهارا افريكا، المشكله ما زالت موجوده. فهو حاطط لك الاماكن الجغرافيه تبع تقسيمات البنك الدولي، فحاطط لك هنا ساوث ايشيا هم بيقلوا، سب سهارا افريكا اللي هو الاصفر المستردة ده زي ما هو، لكن في ايست ايشيا بيقل، وفي لاتين امريكا بيقل، والميدل ايست بيقل خالص، وطبعا اوروبا وسنترال ايشيا مش موجودين اصلا في الجراف. وده اسمه ستاكت اريا تشارت، ومن سنة 2000 لغاية سنة 2018. بعد كده بقى، دي كده المحاضرة يعني خلصت، وممكن ان احنا نتلقى الاسئلة في الربع ساعة اللي جاية. بس شوفوا الدقة بتاعتي بقى، انا خلصت في 30 دقيقة بالظبط. اتفضل يا استاذ عمر، لو حبيت تفتح الاسئلة، عشان هي دي الخطة اللي احنا عاملينها، نص ساعة و15 دقيقة عشان الديسكشن. اتفضلوا يا شباب. هلو استاذ عمر، حد عايز يتكلم؟ السلام عليكم دكتور. اتفضل يا فندم. احنا يا فندم بس احنا عندنا 17 هدف، تمام كده يا فندم؟ ايوه. كم غايه يا فندم؟ 246 206 169 169
طيب حضرتك بس استفسار بس على موضوع الالف والباء اللي هو لو هدف رقم واحد بس، يعني نعرفهم ازاي؟ يعني نعرف ان الف ده بينظر لايه وباء بينظر لايه، لا هي ولا ده ملوش؟ عبارة عن يعني ترقيم، يعني مثلا هم مثلا 10 منهم 7 بأرقام وثلاثة بحروف، ليه حطوا أرقام وحروف؟ دي الفزورة اللي أنت المفروض تجاوب عليها. مش ما لا عرفتش مش اوصلها هحل لك بصراحة. الفزورة، احنا لسه الكورس ده الدورة دي 3 أسابيع، هو تمام يا الحاجات دكتور، سهلة كده. تمام يا دكتور، ماشي، اشكرك جدا، طول المحاضرة زي الفل، وربنا يبارك فيك، اشكرك جدا الله يا دكتور. يخليك يا حبيبي، شكرا. تفضلي يا رشا. ايوه مساء الخير. اتفضل يا فندم. اوكي، انا عاده بحب اقرا يعني منشورات اليو ان، وبالذات يو ان هابيتات يعني. فدايما التركيز بشوفه على الجول 11 في اي حاجه كتير جدا بتاع المستوطنات المستدامه يعني والحاجات دي. فبس عايز اعرف، انا بلاقي مذكور كتير دايما بادجتس كبيره جدا في الجول يعني، وهل هي فعلا يعني هل احنا فعلا بنستغل البادجت اللي مكتوبه دي ان احنا نعمل اهداف التنميه، ولا هي بتبقى شكليا ده البادجت ولكن هي تقسيميا صعب وما بتوصلش فعليا الاهداف اللي مفترض تعملها يعني؟ لا، بس إجابة سؤالك يا أستاذة رشا إن الدولة المصرية بتعمل، وزارة التخطيط الدكتورة هالة سعيد بتعمل تقرير سنوي طوعي بتشرح كل مؤشر من المؤشرات بقى ال 246 دول مصر عاملة فيهم إيه؟ وتقدمت إزاي عن السنة اللي قبليها؟ وإيه البروجيكتس اللي موجودة في رؤية مصر 2030 اللي بتحقق أهداف التنمية المستدامة؟ مصر من أشطر البلاد في موضوع ريبورتينج، والبادجت بتروح في مكانها لو كان ده إجابة سؤالك. تمام، ميرسي جدا، شكرا. العفو يا فندم. Any other questions؟ في حد عنده أسئلة تاني؟ في حد اهو، محمد جميل الهواري، اتفضل. اتفضل يا استاذ مساء محمد. الخير يا دكتور. مساء مساء النور. الخير يا دكتور، مساء ازاي النور. حضرتك؟ تمام. تمام. معلش يا دكتور، انا يعني في حته اللي حضرتك حطيت فيها النسب اللي هي بتاعت 71% اداره امنه، يعني دي ده النسب اللي حضرتك حطيتها دي، ده التقييم بتاعها على مستوى العالم كله، ولا حضرتك بتتكلم على جزئيه خاصه مثلا بمصر؟ لا ده على العالم كله. طب طب يعني هتقولي عرفنا ازاي؟ لان الدول دي بيبقى فيها يعني كل دولة بتريبورت، وغير اللي الدولة بتريبورت هم كمان عندهم طرق للحصول على البيانات، ودي بيانات البنك الدولي اللي احنا بنثق فيها. والرقم 70% ده ما تصورش مشهور قد ايه. لسه متفرج على فيديو في منتهى الجمال عن احوال المياه في العالم، والرقم ده بيقول لك يعني ال 70% ده او ال 71% ده رقم مشهور جدا يعني. طيب ممكن اعرف بس حضرتك برضو في التقسيمات اللي حضرتك حطيتها دي، في 17% بس انا ما لحقتش يعني اسمعها من حضرتك، 17% دي ايه؟ ما هو حضرتك هو ده سبب تسجيل المحاضرة، لان انا ممكن حضرتك مش بس كده، ده حضرتك ممكن ترجع للاطلس 2018 وتاخد تفاصيل مملة اكتر من اللي انا قلتها بكتير. هو دي صفة طالب الدراسات العليا، ان هو يعني لما يشوف الحاجة دي بتفتح له الباب، مش هضطر ان انا اقول له بقى تفاصيل. هو بقى عنده قدرة ان شاء الله رائعة ان هو يقرأ اكتر مني كمان. ميرسي لتعب حضرتك يا دكتور، ربنا لا يخليك. العفو يا ابني، العفو. في حد تاني عايز يسأل؟ في محاضرة. لو ما فيش حد عاوز يسأل، فممكن نخلي دكتور محسن يقول لنا هم ليه كوبا عندهم أكبر عدد من الدكاترة في العالم بالنسبة لعدد السكان. معلش يا دكتور علي، انا انت النت كان اتقطعت عندي ودخلت بالعافيه. اقول حضرتك السؤال تاني لان الصوت عندي مش واضح كويس. يعني في حاجة غريبة في كوبا، انا طبعا زرت كوبا وزرت هافانا، بس فيها صفه غريبه قوي ان فيها اكبر عدد من الاطباء لكل 1000 نسمه. فانا كنت عايز اعرف، لان كوبا بلد
يعني بلد شيوعية، ازاي الاطباء كتار كده؟ هو هل النظام الصحي متقدم قوي للدرجه دي ولا الحقيقة؟ دكتور علي انت سألت سؤال جميل جدا، لان فعلا انت عارف انا كنت في الامم المتحده وكده، كان ظاهره غريبه جدا ان غانا احسن نظام صحي بتاع ده كوبا اسف احسن نظام صحي في العالم، رغم انها دوله شيوعيه فقيره، لكن احسن نظام صحي في العالم في توافر الاطباء في توافر المعدات، وحاجه غريبه جدا يعني هي تتميز في حاجات من ساعه ما كاسترو عمل الثوره بتاعته بتاعه ما انشاوا هذا النظام وماشيين عليه. يعني حتى وانا في فرنسا انا فاكر كان يقعدوا الفرنسويين يقولوا لهم طب ما تاخدوا النظام بتاع كوبا يعني الحكومه بتاعتهم يعني. فدي ظاهره غريبه فعلا مش موجوده في حته ثانيه، يعني لا في الاتحاد السوفيتي اللي هو كان شيوعي، ولا في الصين، ولا في كوريا الشماليه طبعا الدول الشيوعيه كلها، اي حاجه زي دي، بس هم الحقيقه استثناء في كل العالم فعلا يعني. فملاحظتك جميله فعلا يا دكتور علي. انا كمان لما رحت هافانا اكتشفت ان الناس فعلا شكلهم فقراء بس they are very happy، طول الوقت عمالين يرقصوا ويغنوا سالسا، فانا مستغرب يعني ازاي فقير ومبسوط خالص قوي كده. هي امريكا اللاتينيه كلها كده دكتور علي، كل امريكا اللاتينيه، اهل امريكا اللاتينيه انا عشت معاهم كتير يعني، كلهم ناس مرحين جدا ومقبلين على الحياه بشكل غريب. يعني انا فاكر زميلي سفير البرازيل في اليونسكو كان يقول لي احنا عندنا كان يجيب لي صور لافقر ناس في افقر احياء، ناس مش لاقيه تاكل لكن واقفين كلهم يرقصوا السامبا، خد بالك يجيب لي تسجيلات ناس يرقصوا السامبا. دي يعني دي حاجه في الشعوب، انهرتت في الشعوب ان هي بعض الشعوب زي ما في شعوب كده تلاقيهم مكشرين وشعوب مبتسمين، شعوب طيبه وشعوب نكديه وشعوب امريكا اللاتينيه كلهم يتميزوا بهذه الحكايه اكتر من الاسبان حتى يعني. تمام، فملاحظتك في محلها تماما يعني. الله يخليك. دلوقتي يا جماعه لو تلاحظوا احنا برضو ماشيين على الخطه الزمنيه اللي انا واضعها، دلوقتي قربنا خالص من 5:45 فهناخد بريك عشان بعد كده في المحاضره اللي بعدي. دكتور علي انا كان نفسي انك انت الحقيقه تقول يعني تبين اهميه الربط ما بين الموضوعات وبعضها المحاضرات، لان اللي انت عامله ده شيء جميل جدا. حاضر هتكلم يا دكتور هتكلم. بص يا جماعه الفكره اللي انا فكرت فيها زي ما الدكتور محسن اشار فكرني، يعني ان انا ازاي عملنا البرنامج ده في الاحوال العاديه كان كل قسم بيتكلم في اسبوع او الاقسام ورا بعضها، لكن احنا قررنا نظرا للعلاقه الوطيده ما بين الاقسام في كليه الدراسات البيئيه واهداف التنميه المستدامه، ان انا اطلب من كل استاذ هيقول محاضره ان هو يقول لي ايه الهدف او الغايه اللي المحاضره بتاعته ليه علاقه بيها. فجالي جدول جميل جدا، كل الدكاتره الزملاء الاعزاء بعتوا لي جدول جميل قوي يقول لي مثلا المحاضره بتاعتي فيها 11/3 و6/8 ومثلا 2/4 و13/7. فطبعا انا بصيت في الحاجات دي كلها وجمعت كل المحاضرات اللي بتتكلم على نفس الهدف، عشان كده سميت المحاضره دي الصحه والمياه. ليه؟ لان كل المحاضرات اللي هتيجي بعد كده لغايه ما انا اجي اتكلم تاني هتكون في محور الصحه والمياه. طيب ايه بقى الحاجة الجميلة؟ انك انت لما تيجي تشوف ان الناس هيتكلموا على الصحة والمياه زي ما قلت في اول المحاضرة بتاعتي هتلاقيهم من قسم تربية ومن قسم علم نفس ومن قسم طب ومن قسم هندسة ومن قسم اقتصاد. ليه؟ لان من الصعب جدا فصل الاشياء عن بعضها، وعشان كده حطيت لكم التو سلايدز اللي بيبينوا علاقة الهدف 3 والهدف 6 ببقية أهداف التنمية المستدامة. وزي ما انتوا شفتوا الجراف ده بيبين ان تقريبا هم very much interlinked او بينهم علاقات بينية قوية. كده جاوبت السؤال يا دكتور محسن؟ لا تمام. لا انا سعيد جدا دكتور علي زي ما كنا بنتكلم ان انت بتعمل دلوقتي اللي ابتدينا بيه في المعهد ايام ما كنت لسه بنشئ المعهد، كنا بنعمل في الدورة دي كان بنفس الطريقة، يعني بتبقى عبارة عن oriented على المواضيع. تمام. وكان دايما بدي المحاضره الاوليه ان هي زي الكلام الحقيقه اللي شايفه حضرتك اللي شايف انك انت بتعمله هو بالظبط رجوع لاساسيات المعهد اللي انشئ عليها، ان احنا بنقسم الموضوع مش بناء على العلم التخصصي، لا بناء على الموضوع، الموضوع نفسه هو اللي بيحدد الحاجات، وبعد كده بنربط ما بين حتى الموضوعات وبعضها
في السيستم اللي على بعضه يعني. فانا بشكرك جدا يا دكتور علي الحاج. تمام. هو كمان في حاجه تانية دكتور محسن. الدكتوره نهى طلبت مني ان انا اكلمكم شويه عن المسابقه لان لقيت فيه ناس مهتمين، فانا برضو هتكلم دقيقه او دقيقتين عن المسابقه. ايه حكايه المسابقه دي؟ المسابقه دي عباره عن ان اي حد فيكم، ودي حاجه اختياريه، يحب انه يكلمنا من 5 لـ7 دقائق عن موضوع ليه دعوه بتخصصه وباهداف التنميه المستدامه من وحي المحاضرات اللي خدها، يتقدم وهنعمل برزنتيشن، والشخص ده هيجي يتكلم من 5 لـ7 دقائق بتوقيت احنا هنظبط التوقيت يعني، وان احنا هنختار اكتر 5 عملوا برزنتيشنز من حيث المحتوى واسلوب العرض، ونديهم جوائز هتديها لكم سياده العميده والهيئه اللي هي هتعمل تقييم للعروض اللي انتوا هتعملوها. انا بس عايز اقول لكم ان العرض الناجح السليم اهم حاجه ان الواحد يكون حابب الحكايه اللي بيتكلم عليها، وان هو يجمع المعلومات بدقه، وان هو كمان يرتبها بطريقه منطقيه بحيث تتحكي كأنها حكاية. هو إيه مواصفات الحكاية؟ أي حكاية في الدنيا لها بداية وليها تفاصيل وليها نهاية، فعشان يكون العرض يثير الاهتمام لازم الواحد وهو بيعرض الموضوع بتاعه يعمل له مقدمة، وبعدين يشرح تفاصيله في حدود من 3 لـ4 نقط بس، ما يزودش، وبعدين كمان يعمل زي خاتمة فيها ليه الموضوع مهم وإحنا نهتم به ليه. فلو لسه في حد، وبعدين أنا كنت عملت إعلان والدكتورة نوها هتنزل إعلان ده فيه بعض التفاصيل، لو حد فيكم عاوز يسألني ومهتم عن حاجات أنا ما قلتهاش أو مش موجودة في الإعلان ممكن يكلمني دلوقتي، لسه برضو عندنا دقائق معدودة. دكتور انا لسه بعت لهم الفايل بتاع المسابقه، تفاصيل المسابقه على الجروب دلوقتي. طيب في باسم واشرف عاوزين رافعين ايديهم يا استاذ عمر. اتفضل مستر اشرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا للمحتوى الرائع والاسلوب القيم جدا. بالنسبه للمسابقه، هل هي انديفيدجوال يعني كل متسابق هيكون فردي، ولا في امكانيه ان يبقى في عمل از تيم؟ انديفيديوال. اجابه السؤال انديفيديوال، يعني كل واحد لوحده. شكرا يا دكتور. تمام. السلام عليكم. شكرا يا دكتور. انا اولا بشكر حضرتك جدا يا دكتور والله على الشرح الشيق ده. وحضرتك انا كان ليا استفسار بعد اذن حضرتك. انا دلوقتي مثلا شغلي يتعلق مثلا بالاسكان مثلا، فهو انا خريج زراعه، فانا في مثلا احنا شغالين على حاجه اسمها الاسكان الاجتماعي الاخضر مثلا، فممكن اتكلم عنه في المسابقه او حاجه زي كده، ولا الامر هيبقى صعب؟ لا ده اعتقد انك انت يعني متميز من ضمن المجموعه، لانك انت الموضوع بتاعك في قلب الحكايات اللي بنحكيها بالظبط، واعتقد انها هتبقى برزنتيشن رائعه يا باشمهندس باسم. ربنا يحفظ حضرتك يا فندم ومبارك في حضرتك، وتشكر جدا لحضرتك وللدكتور محسن والله، امتعتونا يا فندم والله. الله يخليك. متشكرين يا فندم. العفو يا ابني. لو ما كانش في اسئله يا استاذ عمر، اوه ده في ناس اهو رافعين ايديها. في ايهاب صلاح. دكتور علي السلام عليكم. معلش انا بالنسبه للمسابقه، هل مجال التربيه الرياضيه، انا خريج تربيه رياضيه، هل مجال التربيه الرياضيه هل اقدر اتكلم فيه عن الموضوع بتاعنا احنا بنتكلم فيه دوت، واقدر حضرتك استاذنك تساعدني تفتح معايا بعض الموضوعات أجيبها. اللي اقدر اخش فيها اساعدك خالص. ايه بقى اهميه التربيه الرياضيه دي؟ دي حاجه برضو الدوله بتهتم بيها، اذا كان رئيس الدوله نفسه بيركب عجله ويتريض، فطبعا الصحه مهمه جدا، عشان التريض بيساعد على الحفاظ على الصحه، وإن لازم المجتمع بتاعنا يكون فيه كم يعني عدد أكبر من النوادي اللي هي تستوعب الشباب الصغير، لأن الصحة حاجة مهمة جدا ومن ضمن أهداف التنمية المستدامة. أعتقد موضوع مهم برضو جدا. شكرا شكرا جزيلا. في نيرما ميرنا. إزيك يا دكتور؟
دكتور، هو ممكن حضرتك تدينا أفكار أكتر إزاي نعمل الموضوع بتاعنا؟ يعني لما أطلع أعمل presentation عن هدف المياه والصحة، إزاي أكونها وإزاي أرتب الجمل؟ يعني ينفع حضرتك تدينا باستفاضة أكتر على الموضوع؟ هقول لكم على حكاية جميلة. بص يا ميرنا، عارفة اليوتيوب اللي أنا قلت لكم عليه ده؟ أيوة. لما تنزلوا تحت شوية هتلاقوا فيه سبيتش أنا عاملها من 20 سنة، لأن أنا I got training to be a competent toastmaster. ده يعني زي ما تقولوا ناجي أمريكاني بيعلم الناس إزاي تعمل presentation خطيرة. فأنا الحقيقة دخلت 10 امتحانات ورا بعض، كل امتحان بيبين حاجة معينة، حاجة عن voice modulation يعني التغير في الصوت وأهميته، حاجة عن حركة الجسم، حاجة عن ترتيب الأفكار، حاجة عن استخدام أشياء وأنا بعمل presentation. فلو عايزة تتفرجي على الفيديو ده، الفيديو اسمه Believe in Yourself أو كن واثقا من نفسك. مش بس هتتفرجي عليه، هتتفرجي على واحد هندي كان متقدم عني في التوست ماسترز وبيعمل نقد للسبيتش بتاعتي. فلو سمعت الاثنين، هما الاثنين بالانجليزي معلش، هتلاقي انا هتشوفيني بتكلم ازاي ومرتب افكاري ازاي، وهو ايه الحاجات اللي انتقدها فيا. لانه هو اي واحد بيتكلم الايفاليويتور بيبص على كل حاجه، لابس ازاي، ايديه بتتحرك ازاي، بيمشي ازاي، صوته شكله ايه، كتافه بتتحرك ازاي، بيحرك راسه ازاي، مسرح شعره ازاي، وبيعمل ريبورت جامد قوي. فلو كان في مشكله في اللغه الانجليزيه انا ممكن ابعت لك النص، انا عملت ترانسليتريشن للسبيتش وللايفاليويشن، ممكن تستخدموا جوجل وترجموها لو ده يكون مفيد بالنسبه لكم. فمش عارف هيبقى مفيد ولا مش مفيد. تمام يا دكتور، انا هدخل اشوفه. حاضر، شكرا يا دكتور. تمام، اعتقد يا استاذ عمر كده بقى احنا مش عاوزين نسيب شويه وقت عشان يستريحوا عشان السبيكر اللي بعديه. مفيش مشكله يا فندم.